وقعت جامعة شجرة 5 اتفاقيات اعتماد برامجي مع هيئة التقويم التعليمي والتدريب اعتماد. نتابع هذه الاعتمادات في هذا التقرير. وقعت جامعة شجرة 5 اتفاقيات اعتماد برامجي مع هيئة التقويم التعليمي والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. حقيقة يعني ممارسات التطوير والجودة والاعتمادات الأكاديمية نؤمن إيمان تام بأنها راح تساهم بشكل كبير في ليس فقط تجويد الممارسات داخل الأقسام الأكاديمية، ولكن أيضا تحسين من مخرجات في الجامعة. اليوم حقيقة سعدنا بتوقيع اتفاقيات 5 برامج في الجامعة، وهذه راح تكون بإذن الله يعني باكورة خطة متكاملة لاعتماد كامل برامج الجامعة بحلول عام 2025 بإذن الله تعالى. وشملت الاتفاقيات برامج الطب والجراحة والتمريض والصيدلة والهندسة الكهربائية والحاسب وتقنية المعلومات بجامعة شجرة. هذه تعتبر بداية وخطوة الانطلاق لدينا في جامعة شجرة. قيادة جامعة شجرة بما فيها مسؤوليها نسعى جميعا للحصول على الاعتماد لجميع البرامج بما فيها البرامج النوعية في مختلف المجالات، مثل المجالات الصحية، مجالات علوم الحاسب، مجالات الهندسة، إلى باقي جميع المجالات الأخرى. تهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع جودة التعليم والتدريب لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يوسف الحميد، الإخبارية، شقراء.